سيتي هو مهرجان ديال السينيفيليا اولا لانه تبازا نهار الاول فاش تبنى على لي سينيفيل على الناس جمعيه اصدقاء السينما الناس اللي كيامنوا بالفعل السينمائي وبالنقاش السينمائي الحقيقي هذا اولا هو كيتصاحب مهرجان ديال خريبكا للسينما الافريقيه اللي التواجد ديال السينيفيليا ومهرجان ديال سلا لهادو هما المهرجانات الا بغيتي تقول اللي لاباز ديالتهم عندها ما هو سينيفيلي ما هو سينمائي البقيه هي كتجي مثلا حتى مهرجان مثلا المهرجان ديال الفيلم القصير في سيدي قاسم حتى هو تبنى على هذه المساله دابا كاين مهرجان اخر اللي تقول في كازا ديال الجامعه الجواسم ديال الجامعه الوطنيه الانديه السينمائيه هادو الناس اللي كيشتغلوا بحب كيشتغلوا بقوه كيشتغلوا لانه كيحبوا الفعل السينمائي يحبون اشياء اخرى مظاهر اخرى هذا هو الاهم شكرا شعورك شي شهوته كتكلم في مدينه تطوان شعور قوي امام الجماهير التطوانيه شعور قوي جدا لانه بطبيعه الحال من تتكرم في مدينه تطوان كتكرم في مدينه الجمال بعدا مدينه الجمال بامتياز علاش لانه فيها معهد ديال الفنون الجميله فيها الصناعه التقليديه الرائعه فيها النساء المغنيات الرائعات فيها يعني فيها اماكن جميله جدا في كل شيء يعني مدينه الجمال الناس ديالها جميلين